السلام عليكم شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ طبعا انا يعني يمكن تتخضوا شويه ان انا دكتور محمد محي الدين معاكم. هو المفروض ان السكشن ده او ده هيبقى الجزء البراكتيكال بتاع الاسبوع ده ان شاء الله، بس انا حبيت قبل ما يعني ما دكتوره ريهام تبتدي الشرح بتاعها بالنسبه للسكشن، ان انا بس في الويلكم سلايد دي ان انا ايه يعني احط بعض الحاجات اللي انا شفتها خلال الفترة اللي فاتت، الكام يوم اللي فاتوا دول، ان احنا نبدأ نحط شوية يعني حاجات كده ايه زي رولز نمشي عليها ان شاء الله، عشان يبقى الكلاس مفيد وفي نفس الوقت الناس كلها تقدر توصل اللي هي عايزاه، احنا نقدر نحقق الليرنينج اوتكمز اللي احنا عايزينها من الكورس، وفي نفس الوقت انتوا كمان كلكم تستفيدوا، اي طلبات عندكم نقدر ان احنا ننفذها. فطبعا الكلاس روم، انا عارف الاي ليرنينج ده يعني موضوع جديد جدا ولسه بالنسبه لنا كلنا يعني بالنسبه لكم انتوا كطلبه بالذات، ولكن ان شاء الله هتلاقوا الدنيا سهله ومش عايزكم تقلقوا. انا حاسس ان الدنيا الطلبه شويه عندهم زي بانيك كده من النظام، وده طبيعي، ده سيستم جديد فطبيعي ان هو هيبقى كده. مش عايزكم تقلقوا خالص، احنا معاكم، احنا موجودين في نفس الكلاس روم كلنا مع بعض، تيتشرز من اول دكتوره ايه ودكتوره ريهام وانا وكل الدكاتره اللي معانا، المعيدين مدرسين مساعدين كلهم موجودين في نفس الكلاس روم، فاحنا كلنا في مكان واحد. تمام، الاول خلينا بس نتفق على كذا حاجه بالنسبه للشغل بتاع الادمودو. الادمودو بالنسبه كابليكيشن هو بيبقى موجود على حاجتين، يعني انت لو معاك دلوقتي كمبيوتر هتقدر ان انت تخش على جوجل وتكتب بس ادمودو، هتلاقي نفسك موجود وتعمل ساين ان باليوزر نيم والباسورد بتوعك، هتلاقي نفسك جوه وجوه الكلاس بتاعك اللي هو اللي احنا اوريدي فيه. تمام، فانت تقدر تتابع شغل الادمودو كله من خلال الديسك توب عادي، من اي كمبيوتر اي لابتوب اي حاجه اي كمبيوتر موجود عندك تقدر انت تشتغل من خلاله. تمام، وتقدر تتابع الكلاس روم بتاعك، وفي نفس الوقت لو انت معاك موبايل ومنزل عليه الابليكيشن فانت هتقدر برضو من خلال الابليكيشن ان انت تتابع الايه الكلاس روم. انا اللي بفضله يعني انا بقول لكم اللي انا بفضله واللي بفضله دايما، ان انت لما تيجي تشتغل وتمتحن الكويزز والحاجات دي ويبقى فيها جزء الانتر اكتف اللي هو هيبقى فيه انتر اكشن ما بينك وما بين الحاجه الماتيريال اللي احنا بنديها لك، انا بفضل دايما الشغل يكون من خلال الديسكتوب. تمام، لو انتوا هتشتغل انما ويكون الموبايل دايما في حته المتابعه، يعني ان انت بتشوف مثلا الدكتور المعيد نزل مثلا البراكتيكال سيشن، طب خلاص يبقى ابتدي اخش على الكمبيوتر وابتدي ان انا اشوفها. لو هي الموضوع مش مستاهل وهو فيديو مثلا هشغله وعايز اشغله من الموبايل ساعتها مش مشكله، انما دايما يبقى في عمليه الانتر اكشن دي، او عمليه ان انت هتحل كويز هتحل اساينمنت هتبدا تعمل اي حاجه فيها انتر اكشن مع الماتيريال اللي احنا بنديها، يفضل جدا ان انت تشتغل من الديسكتوب. يبقى دي اول نقطه خلاص عشان ننهي نقفل القصه دي تماما. تمام، يبقى دي اول حكايه او اول حاجه. الحاجه الثانيه او النقطه الثانيه المهمه جدا اللي انا لاحظتها برضو اللي هي موضوع الاسماء. تمام، معظم الناس الحمد لله عملت موضوع الاسماء ده بدون اي مشاكل. اي حد لغايه دلوقتي لسه ما عملش الاسم بتاعه بالعربي ثلاثي وجنبه رقم الجلوس ايا كان بقى بالعربي او الانجليزي مش هتفرق، المهم ان الاسم الثلاثي موجود بالعربي وجنبه الـ رقم الجلوس، فيبقى ساعتها هيبقى في لسه مش عارف او عنده مشكله في النقطه دي، يبعت لنا على البرايفت ادمودو في مسجنج زيه زي الماسنجر بتاع الفيسبوك وكل الحاجات دي. فانت تقدر تبعت على المسجز للناس اللي موجوده في الكلاس. مين الناس اللي هتبعت لها؟ التيتشرز. انت لو دخلت من الديسكتوب ودخلت ودوست على كلمه ممبرز هتلاقي عندك الممبرز متقسمين نوعين، ستودنتس وتيتشرز. فانت من التيتشرز هتلاقي كل الستاف موجود من اول الدكتوره ايه لغايه كل المعيدين اللي موجودين. تمام، الحاجات المتعلقه بالاسماء والكلام ده انت ممكن تبعت لاي حد فينا، انا موجود، اي حد من المعيدين موجود، اي حد فينا هيساعدك اللي موجود وقرا المسج ورد عليك، خلاص يبقى انت كده تمام وحلينا لك المشكله. مش عايزين بقى اي حد يبعت بوستنج على البيج الاساسيه نفسها بالموضوع ده، لان الموضوع ده مش مستاهل كل الايه ان كل واحد يعمل بوست بنفسه، الاسم انا مش عارف الاسم عملته صح، الكلام ده مش مستاهل. انت مجرد ان انت تبعت لنا برايفت هنرد عليك ومن غير ما نزعج او من غير ما نعمل نملأ الصفحه بكلام ملوش لازمه. تمام، يبقى دي برضو نقطه تانية. يبقى موضوع الاسماء كده احنا فهمنا احنا نعمل فيه ايه، اللي لسه عنده مشكله فيه او اللي شايف ان هو محتاج يتاكد ان اسمه صح او مكتوب بطريقه مظبوطه يبعت لاي حد من المعيدين او يبعت لي برايفت واحنا هنرد عليه. خلاص مفهوم، يبقى دي النقطه الثانيه. نيجي للنقطه الثالثه. النقطه الثالثه باذن الله بنتكلم فيها برضو فكره الاتندنس، عشان في طلبه كتيره سالتني على الاتندنس. بالنسبه للاتندنس كل اللي مطلوب مننا في الاتندنس دايما بالنسبه للبراكتيكال سيشنز
كل سواء البراكتيكال او برضو عشان نبقى فاهمين، سواء البراكتيكال سيشن او الليكتشر، كده كده كل اسبوع هينزل لك محاضره كانك بالظبط في الكليه، هينزل لك محاضره ميعادها ممكن يتغير شويه، مش لازم يبقى بنفس الميعاد كل اسبوع، بس هينزل محاضره خلال الاسبوع لازم. تمام، غالبا ان شاء الله اكسبكت دايما المحاضره تبقى اراوند الاثنين الثلاث، هتبقى دايما في الحدود دي. ان الاسبوع ده بس اتاخرنا شويه عشان كنا بنعمل استابليشمنت لايه للكلاس. تمام، فيبقى دي اول حاجه، ان انت كده كده هينزل لك محاضره كل اسبوع، وهينزل لك عملي براكتيكال سيشن كل اسبوع. خلاص، طب هينزلوا ازاي؟ هينزلوا في صوره فايل زي اللي قدامك ده بالظبط، فيديو بتشغله بيبقى موجود فيه سلايدز ومعاها صوت المحاضر، سواء كان حد من الدكاتره او من المعيدين بيشرح لك الجزء بتاع العملي اللي انت هتشتغله، وهيقول لك مطلوب منك ايه في الجزء ده. يعني انت مثلا دلوقتي بتشتغل براكتيكال، هيبقى غالبا مثلا عندك كويز، الكويز ده هيتعمل بالشكل الفلاني، انتظروا مثلا ان هيبقى فيه ميعاد هيتقال لكم على الادمودو، بحيث ان الناس هتخش في الميعاد ده وتبتدي تحل الكويز على الجزء بتاع البراكتيكال ده وهكذا. طب الاتندنس بتاع البراكتيكال هيتم ازاي؟ الاتندنس هيبقى بالكويزز، يعني انت مجرد ان انت حليت الكويز فانت كده عملت الاتندنس بتاعك خلاص. مفهوم؟ ده اظن كده واضح. تمام، يبقى احنا مش هننزل اكسل شيت ولا هنملى اسامينا ولا الكلام ده، انت مجرد ان انت حليت الكويز فانت بالنسبه لي قدامي انت حضرت كده امتحان العملي او البراكتيكال سيشن دي. تمام، طبعا الكويز عمرك ما هتعرف تحله الا لو انت على الاقل على الاقل سمعت البراكتيكال سيشن دي عشان تبتدي ان انت تحل عليه. طيب يبقى دي برضو النقطه دي كده قفلناها، اللي هي نقطه الاتندنس. كده فهمنا الاتندنس بتاعنا هيبقى ازاي، مجرد ان انت تخش وتعمل سبمشن للكويز بتاعك يبقى انت كده خلاص. النقطه الرابعه، فكرة الكويزز. الكويزز مفيش كويز هينزل لك الا لما هيكون في تريننج كويز في الاول، يعني بمعنى ان انتوا ان شاء الله الاول كويز هيتعمل لكم في الادمودو هيبقى غالبا ان شاء الله يوم السبت باذن الله، والكويز ده هيكون مجرد تريننج، محدش يبقى يعني دون بانيك، مش عايزك بقى ان انتوا تعيشوا ان انتوا ايه رعب وكويز لا، الكويز الاولاني ده هيبقى تريننج، وبمعنى كلمة تريننج هيبقى الكويز ده موجود فيه مجموعة من الأسئلة مختلفة، وهي بتمثل كل نوعيات الأسئلة اللي ممكن تجي لك. مفهوم؟ يعني ام سي كيو، هتلاقي كل الأسئلة اللي ممكن تنزل من خلال الإدمودو كلاس روم اللي هي نقدر نعمل بيها اسسمنت ليك في الماتيريال بتاعتنا اللي احنا بندرسها، هتلاقيها نازلة في التريننج كويز ده. يبقى بنتكلم مثلا في خمس ست أنواع من الأسئلة مجرد بس تريننج. طب الأسئلة دي هتبقى على إيه عشان برضه أبقى قاري عشان أعرف أحل؟ هو كده كده زي ما قلت لكم، اول كويز ده هيبقى will not be counted. تمام، بس احنا كده كده بس عشان يعني تبقوا قاريين فتبداوا تحلوا، ممكن نبتدي مبدئيا اول تريننج كويز ده باول محاضره عندي اللي احنا اخدناها سوا، خلاص درسناها سوا اللي هي اول محاضره في الترم خالص. يبقى كده مجرد ان احنا بس هنقرا المحاضره دي قرايه فقط، ونبتدي ان احنا نحاول نحل الاسئله بتاعتنا. زي ما قلت لكم الهدف منه مش درجات، الهدف منه فقط ان انت تعرف الاسئله بتبقى عامله ازاي كشكل، وتبتدي تتعامل كسوفت وير مع او كابلكيشن ازاي ان انت بتنتراكت مع الابلكيشن ده عشان تحل، بس مش اكتر من كده. ده الهدف منها. لو جبت لي زيرو في الكويز ده ما انا مش قلقان ومش زعلان، انا كل اللي عايزك بس تبقى اتمرنت عليه هو فكره ان انت ازاي هتحل الكويز ده. وزي ما قلت لكم يفضل دايما في الكويزز ان انت تحلها على الديسكتوب. تمام، ده مش معناه ان انت ما تحلش بالموبايل، عايز تحل بالموبايل حل، بس انا بقول لكم انا بحس ان الانتراكشن اكتر في موضوع الكويزز والحاجات دي يفضل يكون من خلال الايه الديسكتوب. خلاص، يبقى من اي كمبيوتر قاعد عليه وتبتدي تحل. خلاص، يبقى ده كده قفلنا برضو النقطه دي. يبقى اول كويز هينزل لنا ان شاء الله ده هيبقى يوم السبت. تمام، الكويز ده هيبقى زي ما قلت لكم في نوعيات الاسئله اللي هي غالبا هتجيلك، ممكن تلاقي كويز جاي لك نوع واحد من الاسئله، ممكن تلاقي كويز تاني نوعين، كويز تالت يبقى ثلاث انواع، كويز رابع يبقى خمس انواع، فاهمني؟ فالكويز الاولاني ده هيغطي كل انواع الاسئله اللي ممكن تيجي، بس هو ده المطلوب منك ان انت تبقى عارف بس والله انا السؤال ده انا حليت زيه قبل كده، عملت الماتشنج ده قبل كده، عملت الام سي كيو ده قبل كده، فاهمين قصدي ازاي؟ فيبقى دي كده اول ايه؟ اول نقطه. خلاص؟ يبقى ده اول كويز هينزل لنا، وده هينزل لنا يوم السبت، وهنتفاعل معاه، كل واحد هيبتدي يدخل وهيبدا يعمل الايه؟ الحل بتاع الكويز ده ويشتغل عليه ويعمل له سبمشن. خلاص؟ مفهوم؟ طيب قبل بس ما نكمل ننقل للجزئيه اللي وراها اللي هي جزئيه الكويز بقى اللي عليه درجات. الكويز الاولاني ده لن يسمح لاي حد يخش او هيكون موجود اصلا في الكلاس على يوم السبت، يعني بتكلم ان انا هندي لغايه يوم الجمعه، هنمد شويه الديدلاين اللي انا كنت عامله اللي هو الخميس هنمده للجمعه. مش هيبقى موجود بعد يوم الجمعه ده، مش هيبقى موجود طالب في الكلاس مش عامل موضوع الاسم، ان لازم الاسم بتاعك يكون ثلاثي مكتوب بالعربي
وجنبه الرقم الجلوس. خلاص، اي فايليشن بقى في الحته دي هيبقى بره الكلاس. في ناس كاتبه، انا شايف لغايه دلوقتي في ناس كاتبه اسمها بالانجلش بس من غير اي حاجه، مجرد اسمين كده وخلاص، ده نوت اكسبتبل. الحاجه الثانيه، ناس اللي كاتبه اسمها حتى بالعربي ومش كاتبه جنبه رقم الجلوس، ده برضو ده غلط. والكلام ده ليكم، ده لمصلحتكم مش لينا، عشان بعد كده لما يحصل اي مشكله او يبقى في اي حاجه يبقى الاسامي موجوده وارقام الجلوس جنبها، فيبقى عندنا نقدر ان احنا نقدر ايه لو في غلطه هنا نقدر نصلح على طول من هنا. خلاص، فيبقى دي نقطه تانية مهمه جدا، ان لازم الايه الاسم يبقى زي ما قلت لكم عربي وجنبه رقم الجلوس. واي حد، في ناس مش كاتبه اسامي اصلا، كل الناس دي هتبقى بره الكلاس يوم الجمعه بالليل. تمام، فناخد بالنا من النقطه دي، وكل واحد يبص على الاكونت بتاعه كويس ويتاكد. انا شايف الناس الحمد لله كير بالموضوع ده، فنتاكد بس ان اسامينا كلها تمام. وزي ما قلت لكم، اي حد لقى نفسه بره الكلاس يبقى يفهم ان هو حصل فيوليشن في موضوع الاسم، من حقه يرجع تاني بمنتهى السهوله. هياخد، عشان كده انا بفكر اعمل الحكايه دي الجمعه الصبح، بحيث ادي وقت شويه ان الناس تقدر تدخل، اللي ما اللي حصل لها اللي اتشالت تقدر تدخل باساميها وتدخل اسمها اللي هو الثلاثي ورقم الجلوس بتاعها، وما عندناش اي مشكله وهيبقى موجود في الكلاس بتاعنا. انما لن يسمح لاي حد زي ما قلت لكم يحصل فيه فايوليشن في موضوع الاسم ده خالص. مفهوم؟ برضو بالنسبه لحته الاسامي، في ناس بتشتكي او بناس بتقول لي ان هي عندها دوبليكيت اكونتس، يعني نست مثلا الاكونت الانجليش بتاعها وبعدين بعد كده راحت عامله اكونت تاني ارابيك، فبقى عندنا اتنين. طبعا ده يعني برضو ده صعب. فبالتالي الناس دي مطلوب منها انها هتبعت برضو برايفت مسجز لسلمى، دكتوره سلمى ودكتوره ريهام ميلي، هم دول اللي موجودين معانا دلوقتي في الكلاس من المعيدين. فهتبعت لهم ان شاء الله، تبعتوا لهم بحيث ان هم اللي يبعت هنا ما يبعتش هنا بقى، عشان يعني نبقى ايه مراعين شويه. يعني خلي بالكم احنا برضو 900 واحد في الكلاس او داخلين على 1000، فده رقم كبير. تمام، فمش معقول ان كل واحد عنده اي حاجه صغيره يبتدي بقى ان هو ايه يبعت في 60 حته، يبقى كده مش هنخلص. فيبقى الاهم ان خلاص انت بعت، اخترت مثلا هتبعت للدكتوره سلمى، خلاص ابعت للدكتوره سلمى، هي ان شاء الله هتتولى الموضوع ده. المطلوب منك لما تبعت لها تقول لها بس اسم الاكونت الانجليش بتاعك ايه، مش اكتر من كده. اسم الاكونت الانجليش بتاعك ايه، وهي هتعمل لي حصر بس بيهم وتبعتهم لي، وانا هشيل الاكونتس اللي هي الانجليش دي كلها، بحيث يبقى كله كده احنا ضمننا ان ايه ان كله كده تمام. خلاص، مفهوم؟ فده بالنسبه للجزئيه دي. وبالنسبه لجزئيه الاسامي كده احنا قفلناها تماما، ان احنا ان شاء الله بنهايه يوم الجمعه هيكون الناس اللي موجوده كلها على الكلاس اسامي ثلاثي عربي وجنبها الايه الرقم الجلوس. خلاص، يبقى ده كده اول جزء. فاضل لنا حته صغيره بقى بالنسبه للكويز الاساسي. خلصنا كده التريننج كويز بتاعنا يوم السبت باذن الله، وعملنا له سبمشن، يبقى كل واحد فينا اتمرن وعرف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، نبتدي بقى نشتغل الشغل بتاعنا بقى. خلاص، نخش في الدراسه بتاعتنا العاديه. فهيبقى عندنا اول كويز ان شاء الله هيبقى على البراكتيكال سيشن اللي هي نازله لكم دلوقتي دي، اللي انا بتكلم في اولها. تمام، البراكتيكال سيشن دي هتسمعوها كويس جدا من الدكتوره ريهام، فيها شرح مفصل للسكشن، وهيتعمل لكم عليها كويز. الكويز هيبقى زي ما قلت لكم بنفس نوعيات الاسئله اللي انتوا هتشوفوها في التريننج كويز، نفس النوعيات، وممكن تتسال في اي حاجه خلال الماتيريال، لان احنا زي ما اتفقنا خلاص احنا بقينا دلوقتي يعني هوم ليرنينج او اي ليرنينج، فما بقاش عندك فكره ان انت هنأسس البراكتيكال يعني اكسبيرينس بتاعتك، او يعني اساس البراكتيكال سكيلز بتاعتك. خلاص، ما مش قاعدين في المعمل، فبالتالي احنا خلاص بقينا بنأسس دلوقتي ثيوريتيكال نوليدج او ثيوريتيكال باك جراوند بتاعت الايه المعمل اللي انت بتعمله. خلاص، او بتاعت السكشن المفروض ان انت بتاخده. فانت اي حاجه خلال البرزنتيشن انت معرض ان انت تتسال فيها بنوعيات الاسئله اللي هتنزل لك في التريننج كويز. خلاص، الكويز ده ان شاء الله باذن الله هينزل يوم، خلينا نقول يوم الثلاث باذن الله عشان يبقى مع العملي. تمام، فهينزل لنا كويز يوم الثلاث ونبتدي ان احنا ان شاء الله نحله. وقبلها هبقى مديكوا انا برضو بوست كده على الادمودو، ان خلي بالكم الكويز هيبقى الساعه كذا وميعاده بالظبط وكل حاجه، ما تقلقوش من النقطه دي خالص. تمام، وامتى تخشوا وامتى تعملوا وكل الكلام ده. خلاص، تمام، مفهوم؟ يبقى دي نقطه ما فيش فيها مشكله خالص. يبقى ميعاد الكويز والوقت بتاعه كل ده هينزل لكم في بوست قبلها بعد ما نخلص بس التريننج كويز. بس انا بديكوا كده الايه الصوره العامه من بدري هتبقى عامله ازاي او الكلاس هيمشي ازاي. خلاص، يبقى ده مبدئيا، وده هيبقى اول كويز عندنا في العمل. تمام، طبعا الاسسمنت هيفضل ماشي كل الاسبوع، لان خلي بالكم احنا ان شاء الله يعني لو ربنا ما ارادش ان احنا نرجع بالنسبه للدراسه، ان شاء الله ربنا يصلح الحال باذن الله، ويعني ويزيح عننا الغمه دي باذن الله. انما
لو ما ربنا ما أرادش فاحنا هنفضل مكملين كده، وبالتالي هيبقى انتوا خلي بالكم ما امتحنتوش غير امتحان عملي واحد، فبالتالي الدرجات العملي التانية وامتحان ما كانش اصلا درجاته كويسة، فبالتالي محتاجين ان احنا يبقى عندنا عدد من الكويزز نعملها نبتدي نجمع منها درجات ونبتدي ان احنا نشتغل فيها في درجة العملي بتاعتنا. فدي برضه نقطة لازم ناخد بالنا منها، فمحدش يشتكي من كتر الكويزز. كتر الكويزز دي فايدة ليك، مش عيب، فايدة لان انت من خلالها بتجمع اكبر قدر من الدرجات ممكن بوسائل كلها تولز بسيطة جدا، واسئلة ان شاء الله ما يبقاش فيها مشكلة. خلاص، هتلاقي بعض الكويزز في بعض الاحيان هنقول لك ان احنا هنعمل لكم كويز في المحاضرات الفلانية، او هنعمل لكم كويز في البراكتيكال سيشن الفلانيه، حسب بقى كل اسبوع هنعلن لكم الابديتس بالنسبه للحكايه دي اسبوع باسبوع وكده ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض. خلاص كده بالتالي انا غطيت تقريبا معظم الحاجات اللي انا كنت عايز اغطيها، انا طولت قوي يعني بتاع ربع ساعه، بس يعني انا كده غطيت تقريبا ايه كل كان لازم، او يعني المقدمه دي تتعمل عشان بس نقفل كل بقى الاسئله ويبقى كده كل الناس فاهمه احنا بنشتغل ازاي. كل اسبوع بينزل لك محاضره نظري وبينزل لك براكتيكال سيشن وهيطلب منك حاجه تعملها، سواء كانت كويز او كانت اساينمنت او وات ايفر بقى الحاجه اللي هنطلبها. خلاص تمام واضح. فاي هوب يعني ان كده الحمد لله الدنيا تكون تمام. زي ما قلت لكم احنا الهدف في الاخر يا جماعه ان احنا في مركب واحد، انتوا اخواتنا ومش عايز اكبر نفسنا قوي بس يعني انتوا اخواتنا الصغيرين، ف واحنا بنتعامل معاكم بهذا على هذا الاساس، ومش عايزين منكم اكتر من انتوا تستفيدوا من الكورس وتطلعوا باكبر استفاده ممكنه، وفي نفس الوقت ان شاء الله نعدي المرحله دي بدون مشاكل. يعني بدون مشاكل بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما يبقاش في طلبه عدى منها الترم من غير ما تكون اتعلمت حاجه. مهم جدا ان انت برضو تكون اتعلمت حاجه حتى في اسوأ الظروف اللي احنا موجودين فيها دي، وربنا ان شاء الله باذن الله يزيح الغمه دي ويصلح حالنا جميعا يا رب، ويحفظ اهالينا ويحفظنا، وباذن الله زي ما قلت لكم ان شاء الله هتلاقوا الموضوع باذن الله بسيط ما فيهوش مشكله، ويعني تجربه جديده، يعني تجربه جديده بنعتبرها تجربه جديده بالنسبه لك، خدها على محمل الجد ما تاخدهاش بهزار، وركز فيها واعمل اللي عليك. انت بالنسبه لك دورك كطالب ان انت تحاول تعمل اللي عليك في المرحله دي ولغايه لما تعدي، واحنا دورنا ان احنا نحاول برضو نعمل اللي علينا ونوصل لكم كل الماتيريال على قد ما بنقدر في احسن صوره ممكن. بس فيعني يا رب يكون الكلام ايه يعني وصل لكم، ويعني يعني يعني حقق الهدف المطلوب منه بالنسبه لي انا، يعني ان انتوا يعني نبقى كلنا ايد واحده وكلنا نتعامل من هذا الاساس. مش عايز الناس تبقى حاسه انها ايه ده وليه انا حاسس كده، في ناس كده داخله يعني متازمه. لا انا مش عايز كده، انا عايز الناس تبقى داخله حابه اللي هي بتعمله، هي قاعده بتتعلم، انت كده كده قاعد في البيت، حاول ان انت اديك قاعد بتتعلم حاجه، استفيد على قد ما تقدر، وان شاء الله باذن الله الفتره دي تعدي وتبقى زي الفل باذن الله، ونرجع زي حياتنا الطبيعيه باذن الله عن قريب، ويحفظ لنا بلدنا باذن الله. شكرا يا شباب، واسيبكم بقى مع دكتوره ريهام باذن الله تكمل معاكم الجزء ده ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة السكشن بتاعنا هيبقى اننا ازاي اعمل determination of caffeine content في الجوارانا extract by HPLC او ال high performance liquid chromatography. مهم جدا ان احنا نعرف ان السكشن ده مفروض ان هو الشرح بتاعه هيكون المرة دي، وان شاء الله هنحدد لكم برضو معاد الاسبوع الجاي هيبقى فيه كويس بسيط على الشغل ده. تمام، فلازم نتابع الثيوريتيكال باك جراوند اللي هتتشرح وكمان البراكتيكال ستيبس اللي احنا هنشرحها. في الاول لازم نتعرف ايه هي الجوارانا. الجوارانا دي عباره عن الدراي بيست ميد فروم كراشد سيد اوف بولينيا كيوبانا او بولينيا سوبيكس فاميلي سابينيديسي. دي بتبقى بريليان شروب، بتبقى نيتيف للبرازيل واذر ريجنز اوف امازون. بياخدوا السيدز دي بيعملوها كراشنج فبتكون زي عجينه، والعجينه دي بعد كده بينشفوها وتبقى الدراي بيست دي بتاعت الجوارانا. طيب الجوارانا اهميتها ايه؟ الجوارانا اهميتها ان ليها فورمز كتيره، في ممكن بقت منها سيربس، الجوارانا بيست دي بقى منها صوره سيربس او اكستراكتس او ديستيليتس، بتستخدم كفليفرنجز وسورس اوف كافيين باي ذا سوفت درينك اندستري، يعني زي مثلا صناعه المياه الغازيه البيبسي والكوكاكولا ومشروبات الطاقه. طيب هي مهمة ليه الجوارانا؟ الجوارانا مهمة لان هي بتدي سي ان اس ستيمولان ايفكت بيبقى كبير جدا، لان فيها توايس الكونسنتريشن بتاعة الكافيين حتى اللي موجودة في الكافي سيد، يعني تقريبا من 2 ل 4.5% نسبة الكافيين موجودة في الجوارانا سيد، والكافي سيد بيبقى موجود من نسبة من 1 ل 2%. الجوارانا برضو نتيجة الكافيين اللي فيها، واحنا عارفين ان الكافيين ليه تأثير في اللوس ويت، تمام، او الويت لوس بريباريشن،
فالجوارانا بتستخدم كانجريدينت في الهيربال ويت لوس بريباريشن ان كومبينيشن ويز افيدرا، بس طبعا الافيدرا دلوقتي بقت اوبسليت محدش بيستخدمها، لكن الكافيين لسه ستيل ممكن يستخدم عادي فور ويت لوس. الاكسرسايز بتاعنا النهارده ان انا قدامي عايز اعمل عندي طريقه اتش بي ال سي هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، وعندي الجوارانا اكستراكت، وعايز احسب الكافيين برسنتج الموجوده فيها. الاول زي ما قلنا ان المفروض الستبس، اول ستيب بقول ان انا بحضر ستاندرد سولوشن. ستاندرد سولوشنز يعني المقصود بيها ان زي ما قلنا ان اي كروماتوجرافيك ميثود لازم لها يبقى عندي ستاندرد، فانا يبقى عندي ستاندرد من مين؟ الكافيين. اوكي، والطريقه اللي هنستخدمها الاكسترنال ستاندرد ميثود. قلنا الاكسترنال ستاندرد ميثود لما خدناها الترم الاول ان بيكون عندي نفس الستاندرد تو بي كوانتيفايد او تو بي ديتكتد، هو هو اللي هو هيبقى الكافيين. تاني حاجه ان احضر السامبل سوليوشن بتاعتي، جوارانا هاخد ويت معين واوزنه، اوزن ويت معين، وبعد كده اخده ادوبه فوليوم معين واحدد منه فوليوم تو بي انجكتد. الانسترومنتيشن ان انا لازم اعمل اوبتمايزيشن للانسترومنت عندي من التايب اوف كولم، من الموبايل فيز كومبوزيشن، من هل الموبايل فيز هيبقى اليوشن بتاعه ايزوكراتيك ولا جريديانت، الفلو ريت قد ايه، البامب قد ايه، الانجكتور الانجكشن هعمل فوليوم قد ايه، احضر السامبل واعمل لها طبعا بيوريفيكيشن وبريبريشن كويس علشان ما ابوظش الكولم بتاعي. بعد كده الميثود فاليديشن، ان في مجموعه من الفاليديشن بارامترز هبتدي ان انا احسبها عشان اشوف ان الميثود فاليد دي ان هي في اي وقت وفي اي مكان وفي اي معمل وفي اي جهاز اتش بي ال سي تقدر ان انا استخدمها عشان اعمل كوانتيتيشن للكافيين في الجوارانا اكستراكت. واخيرا بعد ما عملت كل ده هبتدي احسب الكافيين كونسنتريشن الموجود في الجوارانا اكستراكت. اول ستيب عندي ان انا بعمل بريبريشن اوف ستاندرد سوليوشن اوف كافيين. طبعا اخلي بالي ان اول ريجنتس اللي استخدمتها في الاستدي كانت اتش بي ال سي جريد، وكل السوليوشنز كانت بريبيرد باي ديستيلد ووتر، وكل السوليوشنز كانت فلترد ثرو ميمبرين فلترز عشان ما فيش اي حاجه تعمل بلوكج للكولم بتاعنا. اول حاجه سوليوشن ايه هو الستوك سوليوشن بتاعنا، اللي بعد كده ببتدي احضر منه سوليوشنز ثانيه اللي هبتدي استخدمها واحسب بيها الفاليديشن بارامترز. الكافيين ستوك ستاندرد سوليوشن الكونسنتريشن بتاعه 1 ملي جرام بير مل، وكان بيتحضر ان احنا ندوب 100 ملي جرام اوف كافيين ان 80 مل اوف باي ديستلد ووتر، وبنعمله سونيكيشن فور 10 مينتس، والسوليوشن ده بننقله ل 100 مل فوليومتريك فلاسك والفوليوم ووز كومبليت تو مارك باي ووتر. سوليوشن بي، سوليوشن بي ده derived من سوليوشن A، متحضر منه by suitable dilution اتحول عندي سوليوشن بي to contain 4 mg per 100 ml، يبقى تركيز سوليوشن بي 4 mg per 100 ml، وده اصلا متحضر من الستوك سوليوشن. وهنشوف السوليوشن بي ده استخدمنا لايه. Solutions C, D, E, F, G, and H دي برضو prepared by suitable dilutions من الستوك سوليوشن هو سوليوشن A، عشان في الاخر يبقوا بالترتيب بالظبط، يبقوا من C لحد H containing من 1, 2, 4, 6, 8, and 10 mg per 100 ml respectively. دلوقتي انا حضرت standard solutions عندي B وعندي من C ل H. دلوقتي هبتدي ان انا احضر السامبل بتاعتي. Suitable weight of guarana sample 0.5 gram. Guarana extract is a fine beige to brown powder with characteristic odor. دي الفيزيكال كاركترز بتاعته. المهم ان باخد ال 0.4 جرام دي بوزن كويس، وبنعملها سونيكيشن مع 10 ml of distilled water، وبنعملها filtration، وبنعملها dilution، وادجست الفوليوم ل 100 ml فوليوم. يبقى بعد ما دوبتها 0.4 جرام في 10 ml تمام، وفلتريشن وسونيكيشن وهكذا، بنكمل الفوليوم لحد 100 ml، نعمل dilution. instrumentation زي ما قلنا ان انا بظبط كل البارامترز عندي، من الاليوشن تايب هيبقى ايه، من الديجازر ايه، من البومب، الانجكتور، الكولم تايب، الموبايل فيس كومبوزيشن، الفلوريت، الديتكتور. الاتش بي ال سي سيستم اللي استخدم كان ايزوكراتيك تمام، كان نفس الكومبوزيشن ماشيه ثرو اوت الاكسبيرمنت كلها، والريسبروكيتنج بومب والفاكيوم ديجازر والريدون انجكتور، والانجكتور انجكشن لوب كان 20 مايكرو لتر. الانيتيكال كولم كان ريفرس فيز، كان اوكتاديكايل سايلان
bonded to silica with internal diameter 4.6 millimeter length 250 millimeter. يبقى انا عندي هنا كان ريفرس فيز. الموبايل فيز كان ميثانول ووتر بنسبه 70 to 30 at a flow rate of 1.3 ml per minute. والديتكتور كان a variable ultraviolet detector والwavelength suitable for detection of caffeine is 270 nanometer. دلوقتي هبتدي الفاليديشن، وهو ده الكور او ده السنتر او ده هو ده البراكتس بتاعنا او البراكتيكال ستيبس، ان انا ازاي ابتدي ان انا اعمل فاليديشن. الفاليديشن بارامترز في منها الاكيورسي، في منها اللينياريتي، في البريسيجن، في سنسيتيفيتي، سبيسيفيستي، روبستنس، تمام، حاجات كتيره جدا. احنا هناخد بس النهارده البريسيجن، هناخد ازاي ان انا كمان اشوف اللينياريتي، وازاي احسب السنسيتيفيتي بارامترز ليميت اوف ديتكشن ليميت اوف كوانتيتيشن. البريسيجن المقصود بيه ان انا الطريقه دي بريسايز، يعني مقصود بيها الريبيتابيليتي، يعني انا لما اعمل ريبيتيشن ان انا حقنت فوليوم معين بكونسنتريشن معين هحقنه كذا مره في اي يوم في اي وقت هيديني المفروض نفس الريسبونس. المفروض الريسبونس عندي هنا في الاتش بي اللي سيها البيك اريا، تمام. يبقى المفروض عندي هحسبها ازاي بقى، ان انا هكرر هعمل ريبيتيشن، هكرر حقنت فوليوم معين لكونسنتريشن معين كذا مره. عندي مثلا 620 مايكروليتر فوليومز اوف سوليوشن بي، يبقى جه هنا ان سوليوشن بي اللي اتحضر باي سوتابل ديليوشن من ستوك سوليوشن اي، ان انا استخدمه عشان اعمل تشيك على البريسيجن. ده عملت له سكسيسيف انجكشن انتو ذا اتش بي ال سي سيستم، وباخد obtained retention times و obtained peak areas. انا باخد المفروض هنا two information، اول information عندي retention time وعندي peak area اللي انا هستخدمها for quantitation بعد كده. حقنت 6 مرات زي ما انت شايف 1 2 3 4 5 6 دي number of injections، لكن هو نفس التركيز نفس solution B هو اللي اتحقن 6 مرات بنفس تركيزه بنفس الفوليوم اللي اتحقن. فأول مرة وتاني مرة لحد سادس مرة أديك شايف الـ retention times والـ peak areas برضو الـ corresponding لكل injection في كل مرة. شايفين إن في فروقات، بس عايزين نشوف الفروقات دي هل فعلا precise ولا مش precise، فمحتاج parameters عن طريقها أبتدي إن أنا أحسب أو check على الـ precision. فالـ assignment 1 إنه finds a standard deviation and the percentage standard deviation of retention time and peak area. طبعا بدل ما احنا نحاول ان احنا نحلها مانيولي، الاكسل بيبروفايد ان احنا عندنا الفورمولاز الكتيره ان انا اقدر ان انا احسب بيها. دلوقتي هفتح الاكسل شيت، وانت برضو هتفتحوا الاكسل شيت عندكم، هتعملوا تايبنج لنفس الريزلتس اللي هي نتيجه حقنه السوليوشن بي لست مرات، ريتنشن تايم قدامها البيك اريا وكتبناها، مفيش مشكله. نيجي على عند اي سيل هكتب standard deviation SD of retention time، هو قايل يحسب standard deviation retention time و peak area و percentage relative standard deviation retention time و peak area. نمشي واحدة واحدة نحسب ال SD او ال standard deviation بتاعت ال retention time. هنيجي عند اي سيل فاضية وهنعمل typing ال equal، هعمل علامة يساوي. من الفورمولا هيديني اول حاجة insert function، هختار insert function. insert function هيفتح لي تيبل صغير هيديك select الكاتيجوري اللي انت عايزها الفانكشن، هختار all functions. بعد كده select الفانكشن هنبتدي نمشي، هما alphabetically ordered. ال standard deviation ال abbreviation بتاعه كفورمولا STDEV، هتمشي بالسكرول لحد ما توصل لحرف ال S هتلاقي STDEV، هتختاره وتقول اوكي. هيطلع لك بوكس يقول لك ايه هي الارقام اللي انت عايز تحسب لها ستاندرد ديفيشن. لو نفتكر احنا عايزين نحسب ستاندرد ديفيشن للريتنشن تايم، يبقى هعمل سيلكشن على الريتنشن تايمز من اولهم لحد اخرهم من 1 ل 6 من غير ما اختار السيل اللي عليها عليها حروف، بس كده زي ما هو الريكتانجل الاحمر ده، هقول له اوكي. هنلاقي دلوقتي عندي حسب لي الستاندرد ديفيشن بتاع الريتنشن تايم اللي هو رقم قدامنا ده. ستاندرد ديفيشن اوف بيك اريا نفس القصه، هعمل فورمولا
بعدها insert function، بعد كده انه functions all all، بعد كده selected function stdev، هيطلع لك بعد كده table يقول لك ايه الارقام، هتختار البيك areas من فوقها اللي هي من 2300 لحد 2330. طيب ازاي احسب percentage standard deviation؟ percentage standard deviation equals between brackets standard deviation divided by average في 100. فهنيجي هنا نجيب الاول الافريج، average of retention times، اجي برضو على سيل فاضيه وتايبنج الايكوال، بعد كده فورمولا، بعد كده insert function، كده all average هتلاقيه في حرف ال E A V E R A G E، average كلمة average عادي. اوكي الارقام اللي انت عايز تحسب لها الافريج، تختار الرقم من 7.3 لحد 7.25 زي ما الريكتانجل الاحمر مختار كده، وقول له اوكي. كده حسب لك الافريج اوف ريتنشن تايم بتاعه الريتنشن تايم، الافريج موجود. البيك اريا افريج برضو نفس القصه، ان انت تعمل تايبنج الايكوالز فورمولا انسر فانكشن، بعد كده افريج هيقول لك افريج المين، تختار البيك اريا من اولها لاخرها من اول 2300 ل 2330. نبتدي نحسب بقى البرسنتج ستاندرد ديفيشن اوف ريتنشن تايم، هتساوي الستاندرد ديفيشن بتاع ريتنشن تايم ديفايدد باي افريج اوف ريتنشن تايم مضروب في 100. Percentage standard deviation of peak area هتساوي standard deviation of peak area على average of peak area مضروب في 100. وطلعت لي ارقام 1.1 و 1.1. المفروض لما بتعامل مع extracts up to 5% بيبقى acceptable precision كده، او standard deviation يعني percentage standard deviation مقبوله، تمام؟ فبالتالي الطريقه كده precise. نتنقل على تاني حاجه تانيه من ال validation parameters linearity، اسمها ال best fit او ال least square regression line. ان ده طبعا regression analysis، بيبقى linear regression analysis، ان عندي two variables I'm sorry عندي two variable عندي two axes او two variables، عندي ال x وال y. ال x هو ال independent variable وال y هي ال dependent variable، تمام؟ مفروض ان انا هنا بقى جه دور السوليوشنز اللي من السي للاتش، يبقى سوليوشن بي خلاص انا استخدمته لهدف معين حقنته 6 مرات عشان اشوف البريسيجن الريتنشن تايم ولا البيك اري. اما هنا عشان اعمل ليست سكوير ريجريشن لاين او بيست فيت ريجريشن لاين، لازم احضر كونسنتريشنز اوف سيريال دايليوشنز اللي هي من السي للاتش، اي كونسنتريشنز مختلفه، ولازم تعرف ان اليونت ملي جرام بير 100 ملي، والبيك اريا هي ريسبونس هي الواي. فبكل مره حقنا المفروض كل سوليوشن اتحقن تريبليكيت، وفي كل مره طبعا بيديني بيك اريا، فعندي 3 بيك ارياز. فالبيك اريا اللي قدامك دي عباره عن افريج، تمام، ل 3 ريبليكيتس لكل سوليوشن. اي ميثود لازم انا اعيد حقن كل كونسيشن 3 مرات عشان يبقى كده تمام صح، مش بيك اريا مره واحده، عشان ازود ال الريلابيليتي بتاعت الميثود، او ان الميثود فعلا تبقى كويسه. طيب انا دلوقتي اديني تيبل، فالاساينمنت بتاعي ان انا ابتدي ان انا اشوف البيست فيت او ليست سكوير ريجريشن لاين، ابتدي اعمل كونستراكشن الكالبريشن كيرف بيك اريا اجينست كونسنتريشن، وابتدي ان انا اشوف الريجريشن ايكويشن، وابتدي نشوف حاجه اسمها كورليشن كوفيشن ار وريليتد فاليو ار سكوير. هفتح الاكسل تاني، هعمل تايبنج الاريا على الشمال والكونسنتريشن على اليمين، هبتدي اعمل سيلكشن عليهم كلهم زي ما الريكتانجل الاحمر كده، سيلكت الاريا بالكونسنتريشن بالكلام كله، هنقول انسرت سكاتر، وبنختار الشارت تايب الاولاني ده. بدأ ان هو رسم لي خلاص البيك اريا اهي اجينست الكونسنتريشن. ابتدي ان انا عايز ارسم بقى الفيت لاين، فين الفيت ريجريشن لاين؟ على اي نقطه من النقط الزرق دول اللي لونها ازرق، ببتدي ان انا اعمل كليك يمين. على اي بوينت من البلو بوينت دي او بلو كولرد بوينت دي، ببتدي اعمل كليك يمين. كليك يمين اختار حاجه اسمها اد ترند لاين، يبقى اي بوينت زرقاء من اي واحده تعجبك دوس عليها كليك يمين واختار الاد ترند لاين.
كل ده عشان نرسم الـ best fit regression line او الـ least square regression line. هيفتح لك اول ما اخترت الـ trend line هيفتح لك بوكس. البوكس ده بختار linear، بختار display equation on chart و display r squared value on a chart. هما دول اللي مطلوبين مني في الاساينمنت اصلا. وكلوز. هلاقي قدامي اترسم الـ best fit regression line، اترسم قدامي والregression equation مكتوبة هي y equals 520 مضروبة في الـ x plus 220 ومدين الـ r squared value 0.994. يبقى انا دلوقتي regression equation، انا رسمت الـ best fit regression line، جبت regression equation الـ y equals a plus bx where a هو الـ intercept والـ b المضروب في الـ x هو الـ slope، فأصبح عندي الـ y equals 520x plus 220 والـ r square value 0.994، فهجيب الـ square root بتاعها عشان اجيب الـ coefficient او correlation coefficient اللي هو الـ r بس. انت كده حد. طب انا عايز افهم ايه coefficient correlation ده؟ coefficient correlation ما هو الا بيميجر الويت او strength of the degree of correlation between y و x، يعني قد ايه y مربوطة فعلا مع x، ان في ارتباط linear كمان مش اي حاجة. ال r دي ممكن تاخد من positive 1 ل negative 1 و as it much closer to 1 يبقى the stronger the correlation. تمام؟ يبقى ال r دي بتقيس مدى قوة ارتباط x و y ببعض، ان x ما تزيد y تزيد، x ما تزيد y تقل. تمام؟ في علاقة linear سواء كانت direct أو inverse، سواء كانت positive correlation أو negative. تمام؟ علاقة طردية أو علاقة عكسية. زي ما قلنا إن هو من negative 1 ل positive 1. زي ما أنت شايف A و B، A دي plus 1، دي the best correlation، هنا linearity ممتازة. طيب plus 0.93 هنا في positive correlation. تمام؟ ومقبولة. هي الـ R دي بتبقى مقبولة جدا لما تبقى 0.99، يعني بعد الـ point في تسعتين. تمام؟ دي بتبقى الـ best يعني. زي ما احنا شايفين D و E دي negative correlation. تمام؟ E طبعا هي الـ best لأنه 1 والتانية 0.68، لا linearity مش كويسة أوي. اما C زي ما انت شايف في الاخر، C دي طبعا بتبقى مفيش اصلا correlation، correlation zero، مفيش حاجة تربط ما بين X و Y. دلوقتي احنا جينا على اخر validation parameter اللي هو sensitivity. Sensitivity can be determined using limit of detection and limit of quantitation. Limit of detection and limit of quantitation least amount of الكافيين to be detected، و limit of quantitation least amount of caffeine to be quantified using this method. الطريقة دي أو إزاي بتتحسب الاتنين parameters دول اللي بيرفلكت sensitivity بتو equations سهلين قدامناهم، limit of detection 3.3 مضروبة في relative standard deviation مقسومة على slope، و limit of quantitation بتساوي 10 في percentage relative standard deviation مقسومة على ال slope. عندي relative standard deviation بتاع انه retention time ولا peak area، انا بتكلم على least amount to be detected و least amount to be quantified، يبقى انا بتعامل مع ال peak area، فبالتالي ال percentage relative standard deviation هيبقى بتاع ال peak area. تمام؟ مقسوم على السلوب اللي احنا جبناه في regression equation. limit of quantitation هيساوي 10 في percentage relative standard deviation على ال b، نفس القصة 10 في 1.1 اللي هو relative standard deviation بتاعت ال peak area اللي انا بتعامل مع response دلوقتي، least amount to be detected least amount to be quantified. وصلنا لاخر مرحلة خلاص، هي دلوقتي جينا على اخر مرحلة، انا بقى عايز ان انا احدد كمية الكافيين الموجودة في الجوارانا اكستراكت. انا بقى عندي calibration curve، اخدت منه regression equation، عندي independent variable x وعندي dependent variable y. الindependent variable x هو ده اللي انا عايز احدده الـ concentration، والdependent one الـ peak area اللي هي سهل ان انا اجيبها، ان انا اجيب الـ sample اللي انا حضرتها في الاول من الجوارانا اللي هنا ما وزنت 0.4 جرام وده 10 ملي ديستلد ووتر وعملتها dilution، انا كملت الفوليوم لحد 100 ملي.
دلوقتي هاخد 20 مايكرو لتر من الدايلوتد سامبل اوف جوارانا اكستراكت ونعمل له انجكشن في الاتش بي ال سي كولم. الانجكشن ده بيبقى تريبليكيت، يعني 3 مرات بحقنها و3 مرات باخد البيك اريا، باخد الافريج بتاعت التريبليكيت دول، وكانت 4490 في حالتنا هنا. عادي في الايكويشن بقى عندي دلوقتي انون واحد اللي هو الاكس، الواي معروفه 520 كسلوب 220 كانترسبت، وفي الاخر هيطلع لي الرقم. اخلي بالي من اليونت بتاعتي انا عملت بيها كونستراكشن الكاليبريشن كيرف. الكاليبريشن كيرف كونستراكتد بسيريال دايليوشنز متحضره ملي جرام بير 100 مل، ملي جرام بير 100 مل، دي كانت اليونت. فاليونت اللي هتطلع لي برضو ملي جرام بير 100 مل، عايز احولها للجرام هتبقى جرام بير 100 مل. طيب انا عايز دلوقتي احسب البرسنتج اوف كافيين في الجوارانا اكستراكت سامبل. يبقى الاكس اللي طلع لي اللي هو جرام اوف كافيين بير 100 مل اوف دايلوت سوليوشن بقسمها على الاوريجينال ويت بتاعه السامبل بتاعتي هي 0.4 جرام واضربها في 100 هيطلع لي 2.05%، ودي الكونسنتريشن او البرسنتج بتاعت الكافيين في الجوارانا اكستراكت. بكده نكون خلصنا السكشن بتاعنا. احب اذكركم تاني زي ما قلنا في الاول ان شاء الله السكشن ده هيبقى عليه كويس الاسبوع الجاي. اكيد ان احنا طبعا هنديكم اعلان او اناونسمنت قبلها ان الكويس ده هيبقى امتى، انه هيبقى بليميتد تايم وفي تايم معين، فاكيد هنقول لكم قبلها بوقت كافي. السكشن ده لازم تعرف كويس الثيوريتيكال باك جراوند اللي شرحتها في الاول، لازم تعمل براكتيكال الستبس دي او تعمل براكتس لنفسك على البراكتيكال ستيبس اللي احنا عملناها. خد نفس الارقام والديتا اللي احنا خدناها وشوف هيطلع لك نفس الريزلتس ولا لا. ان شاء الله خير وموفقين باذن الله. كانت معاكم مدرس مساعد ريهام درويش.